يمنع هذا كله سبب مع الأسف هنالك سجالات المناكفات، هنالك غياب الضمير السياسي، هنالك مع الأسف لم تقدر هذه الأخطار. يعني مع ذلك احنا ثاني أكبر بلد يحرق غازه، وهذه كارثة كبرى، واحنا مع الأسف ما عندنا غاز حتى نشغل المولدات. لذلك كل هذه الأمور يجب أن تقرأ بعينين داركتين للأخطار المحدقة بالعراق. تطرق الضيف الكريم الأستاذ أثير الشرع المحترم إلى قضية المعامل المصنعة، المعامل عفوا التي مع الأسف تركت أكثر، يعني آلاف المعامل، وعدنا احنا من الطاقات البشرية والموارد الهائلة والقدرات العراقية أن تشغل هذه المصانع. مع الأسف كان هنالك تعطيل وتجهيد كثير من الأمور التي حصلت. جاء السيد السوداني مع تركة ثقيلة، أعتقد أن الفرصة مؤاتية لإيجاد سمريد نقول حل نهائي لكل هذه الأزمات، ولكن يجب أن نؤسس لحل، يعني ونجد خطط خمسية وعشرية لتقليل هذه الأخطار المحدقة بالعراق، لأنه إذا بقينا إحنا نعتمد على النفط فهذه كارثة كبرى. نعم. يعني ينتظرها الأجيال. طريق التنمية هذا مهم جدا، يجب أن نركز عليه بالفترة القليلة القادمة، ويجب أن نفعل كل الاتفاقيات اللي كانت موجودة، وأن نستثمر تجارب الدول التي مرت بأزمات وحروب. وهاي ألمانيا طلعت من حربين عالميتين واليوم هي سيدة أوروبا، هاي ماليزيا، هاي كوريا الجنوبية. لازم إحنا نتعلم من أخطاء الماضي ونعود على السكة الصحيحة في الفترة القليلة القادمة.